اخي لازم تصورنا على طول. فابوريزينا اليوم كاتريام لاك باش نيطويوه من الاوساخ اللي فيه باش نسهلوا نبريباريو لي زوراج اللي جايين. كش ما هنا اليوم رانا في نفايات هذه الديشي ليجير لمينا حوالي 26 طن. قمنا كنقطة بداية أولية بتنظيف الراك هذا رقم 4 وهو لاك مهم لأنه يستقطب الساكن قسنطينة، يعني سكان قسنطينة يشتيو يجيو يشوفوا هنا. بدينا به هو قبل ما سقوط الأمطار نظفناه، وكان انطلاقه ما زلنا نزيدو ننظفو يعني ديال لاك 5 و 3.